بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في باب حدوث الأسماء وأن أسماء الله سبحانه وتعالى هي مخلوقات له الحديث الأول كان في بيان كيفية خلق الله سبحانه وتعالى لتلك الأسماء. وذكرنا في الجلسة الماضية القسم الأول من هذا الحديث الشريف. إن الله سبحانه وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد. وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم <applause> إلى أن قال عليه السلام فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء ليس واحدا منها قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا، وملخص ما ذكرناه في الجلسة الماضية حول هذا المقطع الأول من الحديث الشريف الذي تلوناه الآن، هو أن الله سبحانه وتعالى خلق اسما واحدا، وهذا الاسم عظيم جدا بحيث أنه منفي عنه الأقطار. يعني لا تتحمله اقطار السماوات والارض لعظمته، وهذا الاسم لم يكن من جنس الاصوات ولا الالفاظ ولا من جنس الكتابه، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جزأ هذا الاسم الى اربعه اجزاء جزء منه يدل على كنه ذاته هذا الاسم مستور لماذا؟ لاستحالة أن ندرك نحن كنه ذات الله سبحانه وتعالى لأن كنه ذات الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن تصله أفهامنا وقوانا الإدراكية الباطنة والجزء الثاني ما يدل على صفات الذات كالعلم والقدرة والجزء الثالث ما يدل على صفات الفعل كالخلق والرزق، والجزء الرابع ما يدل على صفات الجلال، يعني ما يجل الله سبحانه وتعالى ويتنزه عن الاتصاف بتلك الامور كالعجز والتركيب والتشبيه وما إلى ذلك. هذه الأسماء الثلاثة ما يدل على صفات الذات، على صفات الذات. وما يدل على صفات الفعل وما يدل على صفات الجلال والتنزيح هذه أظهرها الله سبحانه وتعالى إلينا لإحتياجنا إلى تلك الأسماء الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأن يجعل لنفسه اسما فهو الغني المطلق وغني عن جميع مخلوقاته وغني عن الاسم وعن أي شيء آخر وانما خلق هذا الاسم لمصلحة واظهر ثلاثة اجزاء من هذا الاسم لحاجة الخلق الى تلك الاسماء لكي يدعو الله سبحانه وتعالى بتلك الاسماء ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها زين بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام في القسم الثاني من الحديث وهو كلامنا في هذا اليوم يقول ان هذه الاسماء ظهر الله سبحانه وتعالى على الخلق بواسطه هذه الاسماء يعني الله سبحانه وتعالى لم يظهر علينا بذاته بحيث ان نراه مثلا، كلا فان الله سبحانه وتعالى اجل من ذلك ويستحيل لنا أن نرى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأسماء نحن نحتاج إليها لنجعلها وسائط للاتصال بالله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، فلذلك ظهر الله سبحانه وتعالى لنا لا بمعنى الظهور الحسي، بحيث نرى الله، وبحيث نسمع الله سبحانه وتعالى. أو نلمس الله سبحانه وتعالى فإن الله أجل من ذلك، وهذه الأمور مستحيلة في الدنيا وفي الآخرة كما مر فيما مضى، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر نفسه لنعلم بوجوده، ولنعلم بعلوه لاحتياجنا لا لاحتياجه، لأنه الغني المطلق عنا، هذا من لطفه على الخلق، فلذلك أظهر هذه الأسماء لنا. لكي تدل على ذاته المقدسه وعلى افعاله وعلى تقدسه وتنزهه عن النقائص كالعجز وما الى ذلك فلذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول: فهذه الاسماء التي ظهرت الله بذاته لم يظهر لنا لعلوه وجلاله لكن هذه الاسماء ظهرت لنا انت تتلفظ تقول الله الرحمن، الرحيم، القدوس، الملك، الخالق، الرازق وما إلى ذلك وليست هي الله هذه الأسماء ومن يزعم أن الأسماء هي عين المسمى فهذا كلامه خاطئ جدا وإنما هذه الأسماء تدل على ذات الله وعلى صفاته فلذلك فهذه الأسماء التي ظهرت يعني هي التي ظهرت زين الأسماء ظهرت لماذا ظهرت لتدل على الله سبحانه وتعالى فالظاهر هو الله وتبارك وتعالى الظاهر يعني هذه الأسماء تدل على الله فالله ظهر لنا عبر هذه الأسماء فالظاهر هو الله كلمة الله الذات المستجمعة ل صفات الكمال المنزهه عن صفات النقص، واشتقاق كلمه الله من اله بمعنى معبود، كما سياتي تفصيل ذلك. فالظاهر هو الله. هذا الاسم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وعلى صفات الذات. تبارك التبارك يعني دوام الخير. تبارك الذي بيده الملك، بأي معنى؟ بمعنى دام خيره، لأن البركة بمعنى الخير الثابت، عندما نقول أن هذا الشيء مبارك يعني خيره ثابت، حينما نقول إن الله تبارك، بأي معنى؟ بمعنى دام خيره، فتبارك يدل على صفات الفعل، لأن خيره على مخلوقاته دائم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وتعالى الله اعلى واجل من ان يتصف بصفات النقص هذه الاجزاء الثلاثه التي ظهرت لنا الله ما يدل على ذاته صفات الذات تبارك ما يدل على صفات الفعل البركه الخير الثابت لانه يرتبط بصفات الفعل وتعالى الله سبحانه وتعالى اعلى واجل من ان يتصف بصفات النقص. اذا ثلاثه اجزاء من هذا الاسم ظهرت لنا واسم واحد الذي يدل على كنه ذاته لم يظهر لنا لعدم قابليتنا لاستيعاب ذلك الاسم. ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يقول: وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان. الله سبحانه وتعالى لكل اسم من هذه الثلاثة، ما يدل على صفات الذات، ما يدل على صفات الفعل، وما يدل على صفات الجلال والتنزيه. لكل اسم من هذه الأسامي سخر أربعة أركان، يعني قسمها إلى أربعة أجزاء أيضا. ونحن نذكر هذه الاجزاء تبعا لما ذكره العلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في المراه وذكره على سبيل الاحتمال. ما يدل على صفات الذات له اربع دعائم. العلم والقدره والحياه والملك. وكل صفات الذات ترجع الى هذه الاربعه. العلم والقدره والحياه والملك مثلا حينما نقول سميع نقول بصير نقول حكيم ما هو معنى السميع معنى السميع يرجع الى العلم يعني علمه سبحانه وتعالى بالمسموعات وحينما نقول بصير هذا ايضا يرجع الى العلم يعني علمه بالمبصرات وحينما نقول حكيم بمعنى علمه بوضع الاشياء بمعنى علمه بوضع الاشياء في مواضعها. وحينما نقول خبير بمعنى علمه بدقائق الامور. فهذه صفات متعدده لكن رجعت الى علمه، هذه صفات الذات لانه لا فرق بينه سبحانه وتعالى وبينها، هي هو وهو هي. يعني علم الله لا يختلف عن ذات الله، ليس ليس شيئا زائدا على ذات الله كعلمنا، نحن كنا جاهلين والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ثم بعد ذلك علمنا لان الله سبحانه وتعالى جعل لنا وسائل العلم والمعرفه السمع والبصر والفؤاد، لكن الله سبحانه وتعالى ليس علمه زائدا على ذاته، علمه عين ذاته. زين فسمعه بمعنى علمه بالمسموعات بصره بمعنى علمه بالمبصرات فرجعت الى العلم وحينما الركن الثاني من اركان صفات الذات القدره الله قدير هناك جمله من صفات الله سبحانه وتعالى من صفات الذات ترجع الى القدره حينما نقول المهيمن المهيمن له هيمن على كل شيء هذا بمعنى قدرته يعني يرجع إلى القدرة وحينما نقول علي له العلو هذه من صفات الذات علو الله سبحانه وتعالى بمعنى قدرته على كل شيء فإذا الركن الثاني وهو القدرة ترجع إليه جملة من صفات الذات أيضا الركن الثالث الملك الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء وملك الله سبحانه وتعالى ايضا من صفات الذات ليس من صفات الفعل وسياتي تفصيل شرح هذا الامر هناك جمله من صفات الله سبحانه وتعالى ترجع الى هذا الركن الثالث الى الملك حينما نقول العزيز العزيز يرجع الى ملكه سبحانه وتعالى حينما نقول المتكبر المتكبر يرجع إلى ملكه سبحانه وتعالى فهذا أيضاً الركن الثالث وهو الملك ويرجع إليه صفات جملة من صفات الذات. الركن الرابع الحياة ويرجع إليها أيضاً جملة من صفات الذات حينما نقول هو الأول هو الآخر الأول يعني الحي الذي لا بدايه له، هو الاخر الحي الذي لا نهايه له، فايضا الاول والاخر رجعتا رجعا الى الحياه وهي صفه من صفات الذات، اذا الله سبحانه وتعالى جعل ل الركن الاول وهو صفات الذات أربعة أركان العلم العلم والقدرة والحياة والملك، ويرجع إليها كل صفات الذات، وإنما الفرق بين هذه الصفات بالاعتبارات، يعني حينما تقول إن الله عالم يعني يعلم بكل شيء سواء من الموجودات أو من المعدومات، لأنه عالم بما كان وعالم بما لم يكن. حينما تقول سميع يعني عالم بالمسموعات، رجع الى العلم، ولكن كلمة العلم معناها اعم، وكلمة السميع معناها اخص، يعني العلم بالمسموعات. وحينما مثلا نقول الحياة، هذا معناها عام، الله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له. لكن حينما نقول الاول، يعني لا بداية له. معنى خاص، عندما نقول الاخر يعني لا نهايه له، فاذا صفات الذات لها اربعه اركان، وكل صفات الذات ترجع الى هذه الاركان الاربعه، زين. نأتي الى الركن الثاني وهو ما يدل على صفات الفعل، ذكرنا ان صفات الذات وصفات الفعل بينها فرق. صفات الذات هي عين ذاته، فلا يصح سلبها عنه اطلاقا، لا يجوز ان تقول ان الله لم يكن يعلم بزيد ثم علم به. اما صفات الفعل ترتبط بفعل الله، والله سبحانه وتعالى لم يخلق الاشياء من الازل، لذلك يصح ان تقول ان الله لم يخلق زيدا ثم خلقه. الله لم يكن قد خلق السماوات والارض ثم خلقها. ثم يفنيها ثم يعيدها هذا صحيح لأنه يرتبط بصفات الفعل فصفات الذات عين ذات لا يصح سلبها عنه لأنه لا يتطرق العدم إلى ذاته المقدسة أما صفات الفعل كما ذكرنا تقول إنه لم يفعل هذا الفعل ثم فعله لم يصنع ثم صنع زين ما يدل على صفات الفعل أيضا دعائمه أربعة وهي الخلق والربوبية والهداية والمجازات الله خلق الأشياء هذا من صفة الفعل لأنه لم يكن قد خلقها ثم خلقها والربوبية بمعنى تربية المخلوقات كما ذكر الراغب الإصفهاني في مفرداته كلمة الرب هي مادة من رابابة والتربية من رابايا ولكن المعنى واحد الرب بمعنى أنه يربي وينمي المخلوقات زين الله سبحانه وتعالى لم يكن قد خلق شيئا ثم خلق الله سبحانه وتعالى لم يرب زيدا لأنه لم يكن قد خلقه ثم لما خلقه رباه فإذا الربوبية صارت من صفات الفعل يعني ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى وصنعه بالنسبة إلى مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى يهدي ويضل. زين فهذه الهداية ترتبط بصفة الفعل، يعني يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والمجازات هذا الركن الرابع لصفات الفعل. الله سبحانه وتعالى تعالى يجازي. في الدنيا ثم الجزاء الاوفى في الاخره ثم يجزاه الجزاء الاوفى وكل صفات الفعل ترجع الى هذه الاركان الاربعه الخلق والربوبيه والهدايه والمجازات مثلا حينما نقول المصور من صفات الله سبحانه وتعالى معطي الصوره للاشياء هذا يرجع الى الخلق يعني الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء بهذه الصوره حينما تقول الباري يعني برا النسمه يعني خلق النسمه خلق الانسان خلق كل شيء فالباري صفه رجعت الى الخلق بنفس معنى الخلق ولكن الاختلاف يكون بالاعتبارات يعني المصور معطي الصوره يعني خلق هذه الصوره اما خلق المادة هذا لا يطلق عليه خلق الصورة، وحينما نقول ان الله سبحانه وتعالى رب يرجع الى ربوبيته جملة من صفات الفعل، الرزق والرحمة هذه ترجع الى ربوبيته، الله سبحانه وتعالى ينمي ويربي مخلوقاته بالرزق مثلا، فكونه رازقا هذا يرجع إلى ربوبيته الربوبية معنى عام تشمل الرزق وغير الرزق أما الرزق معنى خاص في الربوبية والرحمة الله رحمن رحيم هذه صفات ترجع إلى ربوبيته زين الركن الثالث المجازات حينما نقول ان الله سبحانه وتعالى ديان يوم الدين، ديان يوم الدين، الله ديان يوم الدين. باي معنى ديان يوم الدين؟ بمعنى انه يجازي لانه الدين بمعنى المجازات مالك يوم الدين يعني مالك يوم المجازات وهو يوم القيامه لان الانسان يجازى باعماله الجزاء الاوفى في ذلك اليوم، فالديان رجع إلى المجازات، وحينما نقول الله سبحانه وتعالى الحكم، أيضا يرجع إلى صفة المجازات. وأما الركن الرابع من أركان صفات الفعل، فهو الهداية، الله سبحانه وتعالى يهدي ويضل، هنا من اسماء الله سبحانه وتعالى المرشد المرشد يعني يبين طريق الصواب الارشاد بمعنى بيان طريق الصواب هو يرجع الى الهدايه ايضا لان الهدايه معناها اعم ببيان الحقائق للانسان ليهتدي وكذلك غير الانسان من الجن والملائكه ونحوهم فرجع ايضا صفه المرشد مثلا وصفه الولي لانه يتولى امور المؤمنين الى صفه الهدايه. فاذا صفات الفعل ايضا دعائمها اربعه ويرجع اليها كل صفات الفعل. ثم صفات الجلال بمعنى تنزه الله سبحانه وتعالى. أو ما يعبر عنه بالصفات السلبية، أيضا دعائمها أربعة. أولاً تنزيهه عن الشريك، وثانياً تنزيهه عن الشبيه، وثالثاً تنزيهه عن إدراك الحواس والأوهام، ورابعاً تنزيهه عن العجز والنقص، وكل الصفات السلبية، صفات الجلال، ترجع إلى هذه الأركان الأربعة. مثلاً عندما نقول لا ضد له هذا يرجع الى عدم الشريك له، حينما نقول لا ند له ايضا يرجع الى عدم الشريك له، حينما ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه وهو الركن الثاني، حينما نقول ليس بجسم هذا تنزيهه عن الشبيه، حينما نقول ليس بجوهر حينما نقول ليس بعرض هذا تنزيهه عن الشبيه. الركن الثالث من اركان الصفات السلبيه تنزيهه عن ادراك الحواس والاوهام فحينما نقول ليس بمرئي لا في الدنيا ولا في الاخره، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ولا عندما نقول ليس بمتوهم يعني لا يمكنك ان تتصور كنه ذاته فهذا رج رجع الى تنزيهه عن الشبيه لانه كما ذكرنا فيما مضى ان الانسان حينما يتصور شيء يشبهه بشيء قد راه او احسه من قبل الانسان لا يتمكن من ان يخرج من التشبيه في توهمه فلذا الله سبحانه وتعالى لا يمكن لك ان تتوهمه لأن كل ما توهمته شبيه لشيء أحسسته، فحينما تنزه الله سبحانه وتعالى عن كونه متوهم فهذا تنزيهه عن الشبيه، حينما الركن الرابع ننزه الله سبحانه وتعالى عن العجز والنقص، بأي معنى؟ يعني الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز ولا ناقص، جملة من الصفات السلبية ترجع إلى هذا الركن الرابع، حينما تقول ليس بظلام، الله لا يظلم احد، لماذا؟ لانه الظلام الذي يظلم اما ناقص ويريد ان يرفع نقصه بالظلم، واما خبيث له خبث، قد لا يحتاج الى الظلم ولكن خبثه يسبب ان يظلم، يعني انت الان تشاهد الحكام الظلمه، لماذا يظلمون؟ اما لعجزهم ونقصهم يظلمون يعني يتصور ان هذه المعارضه مثلا ستنقلب عليه او ان هذا الشخص يشكل خطرا عليه يشعر بالعجز امام هذا الانسان فيظلمه لكي يرفع عجزه او خبث خبيث قد لا يحتاج الى ظلم، يعني كثير من الحكام الظلمه لا يحتاجون الى ظلم، ولكن من خبثهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فحينما نقول ليس بظلام هذا يرجع الى تنزهه عن العجز والنقص. حينما نقول ليس بمركب، ايضا هذا تنزهه عن العجز والنقص، لان المركب يحتاج الى اجزائه كما انه نحن نحتاج الى يدنا، الى عيننا، الى اعضائنا. فاذا كان مركبا معناه احتياجه الى اجزائه والله سبحانه وتعالى منزه عن الاحتياج، فاذا نرجع الى كلام الامام عليه الصلاه والسلام، الله سبحانه وتعالى خلق اسما ثم جزأ هذا الاسم الى اربعه اجزاء فاظهر من هذه الاجزاء ثلاثه وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الاسماء اربعه اركان فذلك اثنا عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما الله سبحانه وتعالى خلق أسماء كثيرة لكل ركن من هذه الأركان الاثني عشر خلق ثلاثين اسما فصارت مئات الأسامي هي الأسماء الحسنى ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها يعني صفة ترجع إلى هذه الأركان الاثنى عشر وهذه الأركان الاثنى عشر ترجع إلى الأركان الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة هي ثلاثة أجزاء بإضافة جزء رابع هي الاسم الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ذلك الاسم العظيم وبعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر جملة من هذه الأسامي الحسنى كمثال على هذه الثلاثين اسما التي كل ثلاثين اسم لأحد الأركان الاثني عشر التي ترجع هذه الأركان الاثني عشر إلى الأركان الثلاثة التي هي ثلاثة أجزاء من اسمه الذي جزأه إلى أربعة أجزاء الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يذكر جملة من الأسامي الحسنى ثم يقول وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين اسما فهذه فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة يعني ترجع إلى الأسماء الثلاثة الأولى ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: وهذه الأسماء الثلاثة هذا تكرار للبيان، هذه الأسماء الثلاثة يعني الأجزاء الثلاثة هي أركان وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون، الذي يدل على ذاته ولم يطلع عليه أحد من مخلوقاته وذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى ونحن نذكر هذه الأسامي التي ذكرها الإمام هنا بالشكل مختصر هذه أسامي مذكورة في القرآن الكريم ونبين معنى هذه الأسامي بشكل مختصر وقد أخذناها من كتاب تبيين القرآن للمرحوم الوالد رضوان الله تعالى عليه فمن صفات الجلال التي ذكرت في ذكرها الامام عليه الصلاه والسلام كمثال وهي مذكوره في القران القدوس. القدوس باي معنى؟ بمعنى المنزه عما لا يليق به، لان القدس بمعنى الطهاره. فهذا من الصفات السلبيه، يعني الله منزه عما لا يليق به. والجليل، الجليل يعني يجل عن النقائص. والرفيع بمعنى ارتفعت درجات جلاله من ان يكون له شريك. والسلام بمعنى السالم من كل نقص لا تاخذه سنه ولا نوم. السنه ما يعرض الانسان قبل النوم كالخفقه مثلا. ومن صفات الفعل الرحمن بمعنى ذو الرحمه العامه لجميع الخلق فيرحم الجميع من المؤمن والكافر والجن والإنس والنبات والحيوان وما إلى ذلك والرحيم يعني ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين والخالق يعني موجد الأشياء من العدم والبارئ بمعنى الموجد للخصوصيات والكيفيات والمصور يعني المعطي للصورة والقيوم يعني القائم على جميع الامور بالعلم والقدره والرعايه، والجبار بمعنى يقهر الكون حسب ارادته الحكيمه. والمؤمن يعني معطي الامن، والمهيمن يعني المسيطر على كل شيء بالعلم والرقابه. والمنشئ يعني الخالق للاشياء من العدم من غير ان يكون لها ماده سابقه. والبديع يعني خلق الاشياء من غير مثيل سابق لها. والرازق والمحيي والمميت والباعث بمعنى الباعث للأنبياء أو الباعث الناس ليوم المحشر ومن صفات الذات الإمام يذكر مجموعة أمثلة الملك يعني هو المالك الحقيقي والحي ذو الحياة والعليم له العلم الذي لا نهاية له والخبير يعني العالم بخفايا الأمور والسميع والبصير وقد ذكرناهما يعني العالم بالمسموعات والعالم بالمبصرات والحكيم يعني يضع الاشياء في مواضعها والعزيز يعني له الغلبه في سلطانه والمتكبر يعني ذو الكبرياء والعلو والعلي يعني له العلو الذاتي على جميع الاشياء والعظيم يعني ذو العظمه والمقتدر والقادر القادر يعني له قدره في كل الاش على كل الاشياء والمقتدر يعني الذي اظهر هذه القدره الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولكن لم يظهر قدرته في بعض الامور المقتدر بمعنى الذي اظهر قدرته وكذلك الكريم الكرم بمعنى ارتفاع الذات والسخي يقال له كريم لان نفسه عاليه فيستعد ان يتنازل عن امواله مثلا او جزء منها والا اصل الكريم بمعنى العالي المرتفع والله سبحانه وتعالى كريم يعني عالي ومرتفع ولذلك نقول قرآن كريم بأي معنى يعني عالي وأيضا يستعمل الكريم بمعنى السخاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل والكرم والوارث يعني شنو يعني الباقي بعد فناء الأشياء فإذا الله سبحانه وتعالى ملخص الحديث خلق اسما عظيما جدا لا تتحمله سماء ولا أرض ثم جزأ هذا الاسم على أربعة أجزاء جزء منه مكنون لم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى ثلاثة أجزاء أظهرها للخلق وهذه الأجزاء الثلاثة جعل لكل واحد منها ركن أربعة أركان فصارت اثني عشرة اسما ثم جعل لكل ركن ثلاثين اسما فصارت ثلاثمائة وستين اسما هذه الأسماء الحسنى التي الله سبحانه وتعالى أظهرها للخلق لحاجة الخلق إليها لا لحاجته سبحانه وتعالى فإنه الغني المطلق إلى هنا ينتهي هذا الحديث وبعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث الأخرى في باب حدوث الأسماء هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين